أزهار تتفتح في السماء ليلا. كلمة هانابي باللغة اليابانية تعني حرفيا نار الأزهار. كيف يتمكن صانع الألعاب النارية من ابتكار هذه الأعمال الفنية الفورية؟ يحترق البارود في ثوان، وتتمتع كاميراتنا الخارقة بالدقة اللازمة لتوثيق هذه اللحظات. من الأشياء المذهلة لحظة انفجار قذيفة جوية. كان هذا عقب إطلاق مشابه لعمود من النار. ما الذي يعتبره صانع الألعاب النارية عرضا مثاليا؟ لقد غطينا جميع النواحي، واليوم سنستخدم كاميراتنا الخارقة في تصوير الألعاب النارية المدهشة التي تلون سماء الليل. عروض الألعاب النارية. كيف تتحول القنابل الجوية المغلفة بالورق المقوى إلى هذه الفنون الجميلة؟ كل من هذه الألوان والشعل من ابتكار خبراء الألعاب النارية. زرنا شركة الألعاب النارية التي نفذت عروض دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة. يوتاكا تاجيما أحد خبراء صناعة الألعاب النارية، وقد حصل على العديد من الجوائز خلال منافسات الألعاب النارية. إنه يؤدي العمل كله من مزج البارود حتى تنسيق النجوم النارية، ويصنع 7000 قذيفة سنويا. أخبرنا بالسر الذي يجعل الألعاب النارية غاية في الجمال. هذه الكرات الصغيرة والتي تسمى النجوم ضرورية لصناعة الألعاب النارية. إنها سر أي صانع ألعاب نارية، وهي أساس فنه. داخل القذيفة الجوية توجد كرات بقطر سنتيمتر واحد تقريبا موزعة على الحافة الخارجية. هذه هي المتفجرات المتألقة التي تدعى النجوم. ولكن لماذا يقول خبراء صناعة الألعاب النارية إنها في غاية الأهمية؟ نزور معهد أشيكاغا للتكنولوجيا. يوفر هذا المعهد البرنامج الوحيد في العالم للخريجين في مجال علوم وتكنولوجيا الألعاب النارية. أحضر طاقم تصوير البرنامج بعض النجوم التي صنعها تاجيما لمعرفة كيف تومض بهذه الطريقة. ما هي القوة السرية في هذه النجوم التي تعتبر أساس الفنون المتفجرة للألعاب النارية؟ في البداية نجمة تدعى اللون المزدوج أحمر وأخضر، ونراها بكاميرا عادية. لقد احترقت فورا خلال 2:14 فقط، إلا أن كاميرا عالية السرعة معايرة بحيث تمد زمن 1 ثانية لغاية 83 ثانية يمكنها أن تلتقط هذه اللحظة العابرة. اللون الزهري هو اللهب المشتعل، وهو يطلق نقاطا صغيرة مضيئة. إنها تبدو كنافورة من الضوء. هذه النقاط المضيئة ما زالت تتألق بعيداً عن مركز اللهب في الوسط. إنها الشرارات المتناثرة. والآن تخفت الشرارات، ويتحول اللهب الزهري في الوسط إلى اللون الأحمر، وبعد 20 ثانية فقط يتحول اللهب إلى لون أخضر غامض. كل هذه العملية تمثل فناً يستمر 2:14 فقط. هذه النجمة تدعى سازانامي بينك، أو اللون الزهري المتموج. ينطلق لهب زهري عند الإشعال. ثم
تتناثر الشرارات المضيئة لمسافة أبعد من تلك التي أطلقتها النجمة السابقة. عندما نشاهد عن قرب يمكننا أن نرى كيف أن كل نجمة تختلف في طريقة حركة وإضاءة الشرارات والترتيب الذي تظهر به الألوان. كيف يبتكر صانعو الألعاب النارية هذا السحر المشتعل؟ هذه نجوم يتم تصنيعها، يوضع العديد منها في آلة. إذن نجوم الألعاب النارية تصنع في هذا الخزان. إنه يضيف سائلا أسود اللون إليها. ترى ما هذا؟ هذا هو المحلول العجيب، مسحوق البارود ومكونات سرية مذابة معا في الماء. أحد المكونات هو هذه المادة التي تلون اللهب. فلنشاهد كيف تعمل. بعض المواد تحترق بألوان مميزة جدا. منها على سبيل المثال كلوريد الليثيوم. عند إضافتها إلى اللهب تحترق باللون الأحمر. كلوريد النحاس. عند إضافتها إلى اللهب فإنها تحترق بلون أزرق مائل إلى الخضرة. لنجرب حامض البوريك. اللهب يتحول إلى اللون الأصفر المائل إلى الخضرة. بمزج هذه المواد ذات الألوان يتمكن صانعو الألعاب النارية من ابتكار الألوان بسهولة. لكن هناك خدع أكثر من هذا. ما الذي يحدث إذا أضفنا هذا المسحوق إلى المزيج؟ بالإضافة إلى الألوان يمكن أن تؤدي إضافة بعض المعادن إلى إحداث تأثيرات مذهلة. يتحكم خبراء الألعاب النارية بألوان اللهب، وهم أيضا يتحكمون بتشكيلات اللهب عن طريق مزج مواد مختلفة. لكن الألعاب النارية لا تشتعل جيدا بفضل النجوم فقط. ما يساعدها على الاشتعال هو هذه الشحنة المتفجرة التي تحطم القذيفة الجوية. هذه الشحنة مصنوعة من قشور الأرز المضاف إليها مسحوق البارود القوي. زرنا منشأة للأبحاث تتم فيها دراسة مخاطر المتفجرات. لغايات السلامة والأمان سنستخدم غرفة التفجير. إنها تضم ما يعادل 100 كيلوغرام من الديناميت. هناك نوعان من مسحوق البارود، النجوم والشحنة المتفجرة. كيف يرتبط هذان النوعان ببعضهما؟ لتبسيط الأمر رتبنا 15 نجمة فقط في شكل دائرة. سنصور الانفجار عن قرب بواسطة الكاميرا عالية السرعة. ثلاثة، اثنان، واحد، صفر. هذه لحظة انفجار قذيفة جوية. تندفع كتلة من اللهب، ثم تنطلق الشرارات نحو الكاميرا. المدهش أن هذه نجوم مشتعلة اندفعت بفعل الانفجار. يمكننا أن نرى ثمانيا منها. الشحنة المتفجرة تطلق النجوم وكذلك تشعلها.
تومض النجوم إذا تم تغيير كمية الشحنة المتفجرة. طلبنا من تاجما أن يصنع قذيفة جوية بنصف كمية الشحنة المتفجرة، وسيقوم باستبدال الكمية المتبقية منها بقشر الأرز. أما عدد النجوم فهو دائما ثابت، 15 نجمة. ترى ما الفرق؟ بعد انفجار القذيفة الجوية تندفع النجوم إلى الخارج، ولكن يبدو أن هناك نجوما أقل مما هو الحال مع الشحنة المتفجرة العادية. يمكننا أن نرى 6 منها فقط، كما أنها تطير بشكل غير مستوى. فلنقارن الصورتين. كما ترون فإن عدد النجوم يختلف، هذا يعني أن بعض النجوم لم تشتعل نتيجة انخفاض كمية الشحنة المتفجرة. عندما لا تكون الشحنة المتفجرة بالقوة الكافية فإن النجوم لا تشتعل. إذن ماذا لو كانت الشحنة أقوى من المعتاد؟ عدد النجوم المرتبة في القذيفة الجوية محدد مسبقا. إذن إن كانت الشحنة المتفجرة قوية جدا فإن النجوم ستطير بعيدا جدا، وبذلك فإن الألعاب النارية ستكون متفرقة ورخوة جدا. هناك علاقة قوية بين جمال عرض الألعاب النارية والمسافة التي تندفع إليها النجوم المشتعلة. تعمل الشحنة المتفجرة على تعديل مسافة اندفاع النجوم بحيث تتفق تماما مع زمن احتراقها. شحنة متفجرة ونجوم مشتعلة بتوازن تام ونتائج رائعة. والآن فلنشاهد عملية إطلاق. طور طاقم تصوير البرنامج أنبوب إطلاق شفافا، هكذا سنتمكن من مشاهدة القذائف الجوية عند إطلاقها. بدأت عملية الإعداد. في البداية يضع تاجما مسحوق البارود في قاع الأنبوب. هذه شحنة الرفع، وسوف نرى لاحقا كيف تعمل. يدخل تاجما القذيفة. فلنشاهد لحظة الإطلاق الدقيقة بالكاميرا العادية. ترتفع النار لحظيا في الأنبوب. لقد انطلقت القذيفة. بعد ذلك يتحول الأنبوب الشفاف إلى اللون الأسود تماما. ما الذي يحدث في الأنبوب؟ لقد تمكنت الكاميرا عالية السرعة من التقاط ذلك. يبدو أن القذيفة ترتفع مع ارتفاع اللهب. عندما تنفجر القذيفة في الأنبوب فإن اللهب يندفع إلى الأعلى كعمود من النار. فلنشاهد ثانية. في البداية تكون القذيفة هنا وتدفعها النيران إلى الأعلى تدريجيا. ثم تصل إلى أعلى الأنبوب خلال 2% من الثانية فقط. في النقطة التي تنطلق منها القذيفة تماما ينتشر اللهب إلى الجوانب. قد تتساءلون لماذا لا تنفجر القذيفة المصنوعة من مسحوق البارود مع شحنة الرفع عند الإطلاق؟ وجهنا هذا السؤال إلى رئيس معهد أشيكاغا للتكنولوجيا تاداو يوشيدا، وهو خبير في الألعاب النارية. يمكن مقارنة الألعاب النارية مع الديناميت. فالديناميت يسبب انفجارا شديدا يسمى التفجير.
أما مسحوق البارود في شحنة الرفع فإنه يحترق، وتؤدي القوة المتفجرة لهذا الاحتراق إلى إطلاق القذيفة. إذن انفجار الديناميت تفجير، وتتجاوز سرعة احتراقه سرعة الصوت، لذا فإن الموجات الناشئة عنه تكون مدمرة. يصل الضغط الجوي إلى عشرات أو مئات الميجا باسكال. هذه هي الصورة الشائعة لمثل هذا الانفجار. من جهة أخرى، فإن شحنة الرفع تسبب احتراقا متفجرا. حسنا، فلنشعل بعض البارود الأسود لنرى معنى ذلك. إنه يبدو كانفجار، ولكن بكاميرا عالية السرعة. السرعة من لحظة الإشعال إلى انتشار اللهب هي أدنى من سرعة الصوت، لذا فإنها لا تسبب موجات مدمرة. إنه ليس تفجيرا، وإنما احتراق. إن سرعة انتشار الاحتراق المتفجر هي أقل من سرعة الصوت، لذا فإنها لا تملك قوة مدمرة عالية، لكنها قد تدفع بعض الأشياء بعيدا. يؤدي احتراق شحنة الرفع إلى إطلاق كمية كبيرة من الغاز ذي القوة التفجيرية، وهو لا يدمر المواد، لذا فإن القذيفة لا تنفجر عند إطلاقها. يتم تعديل تركيب شحنة الرفع على يد خبراء الألعاب النارية أنفسهم. وكذلك فإن خبراء الألعاب النارية يتحكمون في عمليات الإطلاق، بحيث تنفجر القذيفة عند أعلى نقطة تصلها وبسرعة الصفر. طلبنا من تاجيما أن يصنع الألعاب النارية المثالية، والتي تتفتح بشكل دائري تماما يمكن رؤيته من جميع الزوايا. إنه يستخدم النجوم التي يبلغ قطرها 15 مليمترا. لصنع زهرة أقحوان من طبقة واحدة، فإنه يحتاج إلى 200 نجمة، ويجب ترتيبها جميعا بشكل مستوى. عندما نملأ قذيفة، فإننا نهتم جدا بترتيب النجوم بالشكل الصحيح، وإلا لن تكون دائرية. ترتيبها الخاطئ سيشوه شكل الألعاب النارية. ثم يتم حساب كمية الشحنة المتفجرة عن طريق حساب مسافة انطلاق النجوم التي ستنتج الشكل الأفضل. يضع نصفي القذيفة معا ويثبتهما، بحيث يترتب البارود والنجوم بالشكل المطلوب. العمل بسيط، ولكن يجب ألا يترك شيء للصدفة. سيصور طاقم تصوير البرنامج هذه الألعاب النارية المثالية من عدة زوايا. أولا، سنستخدم هذه الكاميرا المثبتة ببالون ونرسلها إلى الارتفاع الذي ستنفجر عنده الألعاب النارية. ما نوع الصورة التي سيتم التقاطها؟ سنثبت كاميرات في 5 مواقع لنرى إن كانت الألعاب النارية ستبدو دائرية تماما فعلا من جميع الزوايا. كذلك وضعنا كاميرا على بعد 1 كيلومتر من نقطة الإطلاق على الأرض للتحقق من شكل العرض عن بعد. هذه هي مواقع كاميراتنا حول نقطة الإطلاق. باستخدام كاميرات متعددة الأنواع، فإننا سنصور عرض هذه الألعاب النارية التي صنعها تاجيما بكل شغف.
من بين 8 مواقع رئيسية فإن الموقع الأقرب هو بكاميرا عالية السرعة مدفونة في الأرض. سنصور طرف أنبوب الإطلاق والجو في الوقت نفسه. وأخيراً يضع تاجيم القذيفة. ترى هل يشعر بالثقة؟ حساباتك دقيقة؟ نعم، وستكون دائرية، هذا ما أعتقده. وفقا لحسابات تاجيما فإن القذيفة تحتاج إلى 59 جراما من شحنة الرفع وأن تصل سرعتها إلى الصفر عندما يبلغ ارتفاعها 150 مترا. إنها جاهزة للإطلاق. هل سنتمكن من تصوير شكل دائري مثالي؟ حان الوقت. 5 ثوان، 4، 3، 2، 1، إشعال. إشعال. التقطت الكاميرا عالية السرعة والمثبتة في الأرض لحظة الإطلاق تماما. وفي الجو على ارتفاع 150 مترا ظهر شكل مثل. الكاميرا المثبتة على بعد كيلومتر سجلت عرض الألعاب النارية الذي ظهر قرب الكاميرا المثبتة بالبالون. ماذا عن الكاميرا المثبتة بالبالون؟ فلنشاهد ثانية. لقد سجلت مسار كل نجمة. فلنعرض إذن الصور من الكاميرات الخمس بالترتيب مع اتجاه عقارب الساعة. إنها جميلة من جميع الزوايا. نجحت التجربة. ما النسبة المئوية لنجاحك؟ أظن أنها 30%. لقد كان قلب الزهرة في غير مكانه الصحيح. المركز؟ قلب الزهرة لم يكن في المركز تماما. من زاوية واحدة على الأقل يبدو قلب الزهرة فعلا في غير مكانه. ليس هناك مجال للشعور بالرضا في عالم خبراء الألعاب النارية. يواصل تاجيما البحث عن العرض المثالي. يمكن للألعاب النارية أن تشكل أنماطا جميلة في السماء ليلا من خلال الحسابات الدقيقة التي يجريها الخبراء. فلنشاهد الصور التي التقطتها كاميراتنا الخارقة مرة أخيرة.